الحمد لله احنا اليوم قاعدين في المغرب في مراكش، انا واصدقاء ديالي الحمد لله وطنيين كلهم كيبغوا المغرب، كيبغيو سيدنا، كيبغوا الحمد لله دايما كيجيو المغرب. وحنا كنتكلمو وصلنا وتكلمنا على هادشي اللي لي زرجيريان كيديرو المغرب، وتكلمنا باش شي كاين يقعد وشي كينوض. حنا كنشوفو واحد كيبدا هنا كيسكت كيبدا داك التاني، ولكن ملي هضرو هاد الناس ديال لي زرجيريان الاوليين وعاودو تكلمو هاد التوانسة، حنا كنعقلو ب 2014 من جلالة الملك محمد سيد صلى الله عليه وسلم مشى لتونس. وعلاش مشى؟ عرفتي علاش مشى؟ بمعنى حيث لا ايوا كان تيروريزم عندهم في تونس. اول ما السيد باش يشجع باش الناس يجيو توريست والسياحة توصل لتونس، مشى سيدنا وصل لتونس وكيتمشى بالرجلين ديالو باش يشجع الناس يجيو لتونس باش يقدرو يجيو للسياحة. غيقولو واحد الملك كيجيو كيهضرو في تونس حتى حنا نقدرو نمشيو لتونس. تيبغي يقول بينا كاين واحد الحاجة اللي كيقولو العلماء، الخير ديال بنادم كاين كل الخير ديال سيد ربي. لا هاد الحاجة الله يحفظ اللي كاين واحد الملك كيمشي وكيدير فيهم الخير، خصو يردو الخير وهما كيجيو وكيردو العار ربي يفكرهم في كون، وكيشدو هادوك الناس اللي هما تيروريست، هادوك الفدائيين، هادوك الناس اللي كيتسموا البوليزاريو اللي هما كيجيو كيديرو المشاكل المغرب وتوس كيستقبلو هاديك الحاجة سيد ربي ما كيبغيهاش. اش غادي يقولو المغاربة؟ إذا نصركم الله فلا غالب لكم. إذا سيد ربي كينصر واحد البلاد ما كاينش شي واحد اللي غادي يغلبها، يبدو ينوضو لزرجيريان ونوضو التوانسة ونوضو اللي بغا ينوض. سيد ربي نصر المغاربة ونصر العروسة العلوية الشريفة، وحنا الحمد لله حنا جينا المغرب وغادي نعاودو نرجعو المغرب، وإن شاء الله غادي يجيو باقي الناس المغرب وشعارنا الله الوطن الملك. عيس نشكر عليك بزاف الله الليلة اللي جيتي وفرحتيني في هاد الصواري العجيج، دعشيتي معايا نطلب عليك ربي يعلم عندك امين ويحلي كلمتك امين وديما تكون دايم بزاف امين امين عندك تكون ديما فرحان امين. نفسي العزيز ديالي الله يسلمك.